ورجعنا لكم تاني مع فقرة مهمة جدا، وهي فقرة الخط العربي. الخط العربي بداية انتشاره كانت مع بداية صدور ظهور الإسلام وبداية رسالة الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام، فهو بحق أول عمل على نشر الخط العربي وتعليمه بين المسلمين، واهتم كمان بتعليم النساء والرجال، وتنافس في خلى في منافسة في الكتابة في تجويد الخط وتحسينه، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيختار من يكتب رسائله للملوك من أجود الكتاب خطا في الكتابة. والفترة قريبة جدا جدا وقبل انتشار السوشيال ميديا واللغة الإنجليزية وكل ده، كان في حاجة عندنا مدارس الخط العربي، الخط، كراسة الخط الأساسية من حضانة لغاية ما بنخلص ثانوي، الرقع والنسخ، حاجات كتير قوي خاصة بالخط العربي، وكنا بنحب نمسك القلم أو القلم السن الخشب بالمحبرة ونقعد نكتب بالخط العربي. النهاردة هنتكلم بالتفاصيل عن الخط العربي. يسعدنا يكون معانا الأستاذ مظهر حسين محمد، رائد تحسين خط الطلبة وأستاذ الخط العربي معهد الخطوط العربية. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا وسهلا فيك. في البداية خالص أنا عايز أعرف أهمية دراسة الخط. هو طبعا بس بادئ زي بدء، أبتدي أقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في الأيام ديت كان فيه هجوم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلإبراز محبته فلنتبع سنته، وأقول للشاتمين والسبين للرسول صلى الله عليه وسلم ما ضر السحاب نبح الكلاب. تمام. أولا الخط تبرز أهميته في قول الله سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسترون، فقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم. لذلك الخط مهم جدا في حياتنا كلنا. وكان سيدنا علي بن أبي طالب له مقولة مشهورة: الخط للأمير كمال وللفتى جمال وللفقير مال. فكل عناصر المجتمع تحتاج لتحسين الخط العربي. تمام. وقال الشاعر: تعلم الخط يا ذا التأدبي، فما الخط إلا زينة المتأدبي، فإن كنت ذا مال فحظك وافر، وإن كنت محتاجا فأفضل مكسبي. الله. فالخط مهم جدا في حياتنا، وسهل جدا إن احنا نتعلمه بإذن الله تعالى. بإذن الله. طيب أنا ما أعرفش في أنواع الخطوط غير رقعة ونسخ، في أنواع تانية للخطوط؟ طبعا، هو الخط المنتشر بيننا الرقعة والنسخ، وفي خط الثلث وخط الفارسي والخط الكوفي والخط الديواني بأنواعه، في الجلي الديواني وفي الخط الديواني. في خطوط بقى ظهرت جديدة اللي هو بيسموها الفري هاند أو الخط الحر، وفي خط التاج، وفي خط السنبولي، وخطوط كتيرة ظهرت، بس هما الأشهر حاجة الخمس خطوط: رقعة، نسخ، ثلث، فارسي، ديواني. رقعة، نسخ، ثلث، فارسي، ديواني. وزارة التربية والتعليم تعتني بتدريس خط الرقعة وخط النسخ. هنتكلم بالتفاصيل والفرق ما بين كل خط، لكن هنطلع فاصل مشاهدينا وهنرجع لكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني، وكنا واقفين عند الرقعة والنسخ، ودول اللي منتشرين أكتر عندنا في المدارس المصرية. ليه الرقعة والنسخ تحديدا بعيدة عن الخمس أنواع؟ هو الرقعة والنسخ، الرقعة خط سريع ويحتاج مساحات ضيقة وسهل التعلم وسهل الإنجاز، يعني أن أنا أنجز فيه على طول وقت في يديس، بنسميه خط المحاضرات، مش محتاج مساحات كبيرة. خط الثلث بيبقى فيه تفاصيل كتيرة فبقى صعب، فلا يدرس إلا في المدارس الخط العربي. وحاجة جميلة جدا إن الأزهر بيدرسوه عندهم في المرحلة الإعدادية. تمام. كراسات الخط بقى، يعني ديت أنا بناشد دايما هو في كراسة خط في المرحلة الابتدائي ومرحلة إعدادي. أنا بناشد وزارة التربية والتعليم إن هي تفعل حصص الخط في الوزارة عندها،
وان هي تستعين بخريجي مدارس الخطوط لتدريس الخط في المدارس. هو في كمان يعني احنا دي من الحاجات اللي احنا المفروض كنا بنبقى ضامنين درجتها في امتحان العربي سؤال الخط. لا ما هو دلوقتي عشان فاقد الشيء لا يعطي بيسندوا تدريس الخط لمدرس اللغة العربية، ومدرس اللغة العربية ما خدش الدورات الكافية، والوزارة صرفة على مدارس الخطوط، فليه ما نستعينش بخريجي مدارس الخطوط لتدريس الخط في المدارس، وهم أولى بذلك وأهل ذلك. أنا لما درس الخط ويكون عندي علم هقدر أوصل للطالب بالأسلوب المبسط اللي هو يكتب كويس. لذلك كان المرحلة القديمة من أيام من 50 سنة لما كان المعلم عنده دراية بالخط بتلاقي الطلبة بتوعه خطهم كويس. دلوقتي مفيش معلم عنده دراية فبيقول الأولاد اكتبوا خلاص. دي حاجة. الحاجة التانية كتب الوزارة، كتب الوزارة سيئة جدا ومسنودة لخطاطين ضعاف جدا كاتبينها. أنا لما باجي أشرح للأولاد الخط بتاع الوزارة أنا بتحرج من المستوى بتاعهم، من مستوى الكاتب الخط للأسف. تمام. فياريت الوزارة تستعين بعمالقة الخط العربي. احنا عندنا عمالقة في العالم، عندنا أسامي رنانة وكبيرة جدا وحاصلة على أعلى الجوائز في الخط العربي، الجوائز العالمية. ليه لما نيجي نعمل كراسة لمرحلة تعليمية ما نعملش مسابقة واللي يفوز بيها هو اللي يكتب زي زمان؟ زمان كان أيام من 50 سنة كان بيعملوا مسابقة لمين يكتب الكراسة بتاعت الوزارة. لذلك كان بيطلع مستوى عالي جدا. فأنا لما الطالب ينقل من مستوى عالي جدا عينيه بتتدرب صح فبيطلع الإنتاج صح. لو أنا بكتب هل في سن معين بقف عنده وخطي ما ينفعش يتحسن بعده؟ لا الخط لجميع الأعمار. وفي أكذوبة دايما الناس بترددها إن العبقري خط وحش. خط وحش دي أكذوبة لدرجة إن الناس وصلوها بقت عقيدة عندنا، أنت عبقري بخطك وحش. ودي أسوأ شيء، لأن العبقري لو تيسر له معلم ماهر هيشرح له الحرف هيكتبه أحسن منه لأنه عبقري. أنا عندي أولاد، يعني عندي رغد عمر وعندي سارة وعندي إسراء وعندي أولاد صغيرين، عندي مهند وعندي ناس كتيرة وجويرية، كلهم أولاد صغيرين في السن الصغير وما شاء الله لما تشرح لهم بيكتبوا أحسن منك. يعني أنا بنبسط جدا بمستواهم. ليه؟ لأنهم عباقرة وأذكياء. الذكي إذا تيسر له معلم ماهر بيبقى خطه لأحلى حاجة. طب إزاي أحسن خطي؟ أولا مسكة القلم الصحيحة أهم حاجة. أن أنا أعلم طفل وأنا بقبل الأولاد حضرتك عندي. ممكن تمسك القلم؟ أنا بعلم الأولاد من سن 5 سنين. الولد لو مسك القلم قبض بالقلم كده، هذه القلم السبابة والإبهام واسند على الوسطى، السبابة والإبهام واسند على الوسطى واترك مساحة بسيطة للرؤية. تمام. أدي أول حاجة. تاني حاجة الجلسة الصحيحة. تالت حاجة المنضدة أو التيبل اللي هيقعد عليه لازم أن يكون فيها ميل. إحنا كان زمان اللي كنا بنحط القلم ينزل كده. تمام. كل ديسكات المدارس فعلا ما كانتش مستوية، كانت نازلة بميل شوية. وهي دي الصح. تمام. لما نساعد ده ما بينا نكتب على مكاتب مستوية، الولد بقى يعدل الكراسة كده، بقى يخليها بطريقة معوجة، يمسك القلم ماسكة غلط فيدينا إنتاج سيء من الخط. تمام. والخط طبعا هندسة روحانية ظهرت بآلة جسمانية تقوى بالإدمان وتضعف بالترك. كل ما اكتب كتير وكل ما اتدرب كتير كل ما يبقى خط كويس. طيب لو أنا قلت في الألم بيفرق نوعية ألم من ألم في الخط، وخصوصا أن أنا شايفة أن حضرتك جايب بعض الريش والأقلام. وطبعا في أحجام كتيرة للأقلام. عندي أقلام بنستخدمها، دي مثلا قلم طمار خشب، دي بيريح الأطفال والأولاد إن أنا بدل ما أجيب بقى قطر ووبري، فدي بتبقى حاجة كويسة بنكتب بيها. نوع الحبر، وطبعا دي قلم بيسموه القصب أو البوص عندنا، يعني بره يقولوا القصب البوص. إحنا بنجيب قطر ونبريه بالشطفة اللي هي المايلة ديت. تمام. وكل خط وليه شطفة أو ليه ميل معين. والقلم البوص دي كمان دي بسيط قوي جدا، بتجيبه من اي مكان وتبريه، وتجيب حبر
حتى كمان انا بعلم الاولاد عندي لو هم عايزين يتعلموا يعملوا الحبر بقول لهم جيبوا حاجه اسمها حصى جوز وتحطوها على شويه شاي مغلي يعمل وتكتب او تعمل حبر وتكتب بطريقه مبسطه خالص، ونوصل للاولاد ان كل الحاجات اللي هي بتكتب بيها تبقى بسيطه علشان ما نكلفش اولي الامر. واكيد كلنا شايفين شكل البوس وهو معمول ومبري بطريقه معينه بالقطر، تحس ان هي ريشه فنان بترسم وبترسم احلى واعظم الخطوط العربيه. لو طلبت من حضرتك تكتب لي نهار جديد. عناية حاضر. انا عايزه اعرف هتاخد وقت قد ايه في الكتابه وكمان الطريقه. هنكتبها لك باكتر من حاجه. لو انا هكتبها مثلا بالخط الديواني اتمنى توريها للكاميرا. دي نهار الله. جديد بالخط الديواني. اسم حضرتك استاذه عبير. السن المناسب اللي ممكن ابدا فيه اعلم ابني الخط؟ انا بقبل من سن 5 سنين ومعي ناس، انا قلت لك معي ناس عندهم 72 سنه درست الخط. 72 سنة درست الخط وخدت الاجازه مني في الخط. الخط وجماله مش محتاج سن. تمام. في مدرسه بتقول الله يخليك، شكرا جدا لحضرتك. مدرسه بتقول ان ابدا امسك الولد القلم من وهو في سن 3 سنين 4 سنين عشان يتعود، وفي مدرسه بتقول لا لما يكبر ويدخل مرحله التعليم الاساسي وهي 6 سنين. ايهما صح؟ انا لا احب هذه المدرسه. الولد ما دام قدر يمسك القلم امسكه القلم. تمام. بس اهم حاجه امسكه المسكه الصحيحه واعلمه القاعده الصحيحه. ايه القاعده الصحيحه بقى؟ انا لما اجي اكتب اولا اراعي الحروف اللي قاعده على السطر والحروف اللي تنزل مع السطر. في حروف في خط النسخ بتنزل مع السطر انا جمعتها في كلمه اسمها نصلي شروق جمعه. دي الحروف اللي بتنزل مع السطر اذا كانت مفرده او متصله منتهيه. تمام. دي قاعده اهي. نصلي شروق جمعه دي 3 كلمات. انا بحدد نوع الخط. لو انا بكتب بخط الرقعه يبقى كلمه جمعه بس، اللي هي ايه؟ جيم حا خا ميم عين غين هاء وسطيه. في النسخ نون صاد ضاد لام ياء سين شين ره زين واو قاف جيم حا خا ميم عين هاء اللي هي وسطيه. تمام. ديت الحروف اللي بتقعد على السطر والحروف تنزل مع السطر، باقي الحروف بتقعد على السطر. دي اول حاجه. تاني حاجه انا بخلي كل الالفات متوازيه مع بعض وكل الالفات واللامات قد بعض. اهتم بالحاجات ديت واهتم بالحروف اللي نازله مع السطر والحروف اللي قاعده على السطر والتوازي بين الالفات والحروف الصاعده، هلاقي الخط بتاعي ايه؟ ابتدى يتحسن. يتحسن. تمام. بالتدريب والمثابره، لان برضو في حته كمان بتقول ايه؟ السرعه والاتقان ضدان لا يتفقان. مشكلتنا ان احنا ايه؟ بسرعه. وخصوصا الواجب المدرسي بنبقى عايزين نحط الولد على السبوره يكتب بسرعه. منهج كده ممكن الواد يكتبه في 20 سنه تقوله اكتبه في 5 دقائق عشان عايزينه يخلص ويشوف مواد تانية. صحيح. لكن الاتقان لازم يبقى فيه وقت للخط. لازم اخد وقتي. لذلك التعليم مع الاولاد الصغيرين بيبقى حاجه كويسه. انا لما يجي لي واحد يقول لي انا في ثانويه عامه والحقني عايز احسن خط، بيبقى الموضوع صعب ان انت عايز تعلمه جوده الخط والسرعه في وقت في نفس الوقت. فبيبقى الموضوع صعب شويه. انما لما يكون الولد وهو صغير بيكبر مع جوده الخط ومع عدم السرعه، السرعه بيكتسبها مع الوقت. طيب الخط ملكه زي الرسم، بيبقى فيه شخص عنده هاوي وغاوي وبيحب قوي التفاصيل وبيحب يمسك القلم ويعمل الحرف بشكل معين، وفي حد مهما مسكته القلم مستحيل. لا، هو لازم نفصل ما بين تحسين الخط بالقلم الجاف وان انا ابقى خطاط فنان اكتب لا اعمل لوحات. تمام. اعمل لوحات وتراكيب خطيه دي لازم يكون عندي الموهبه. انما تحسين القلم ككتابه بشكل عام، القلم الجاف ديت سهله، لان انا بقول له معادله 1+1=2، هتكتب كده هتبقى خطك كويس. هتخلي الحروف دي تنزل من على السطر
والحروف دي تقعد على السطر هيكتب خط كويس. دي مش محتاجه موهبه. وانا دايما بقول للاولاد بتاعي واولاد عندي بقول لهم ان حبك للشيء هي دي الموهبه. انت هتحب الخط هتلاقي نفسك موهوب فيها. واهم حاجه المعلم اللي هو بيدرس. في معلم يحببك في الفيزياء يحببك في الكيمياء، وفي معلم يخليك تكره الفيزياء وتخليك تكره الكيمياء. فهو اهم حاجه المدرس الماهر الذي يصل باولاده للمستوى المرموق اللي احنا كلنا بنسعى اليه. طيب لو جيت بقى عند حتة الاستيعاب، هل كل الأطفال في سن 5 سنين 6 سنين استيعابهم واحد ولا بتفرق من طفل لطفل؟ لا طبعا في فروق شخصية، فروق فردية بين الأولاد، مفيش واحد زي التاني. في ولد أول ما تشرح له الحرف يكتبه لك بجودة عالية، في ولد لازم تقول له مشي على الحرف دي مرة واثنين وثلاثة وتصبر عليه لحد ما تصل لأن هو يطلع خط مقروء فقط. ماشي على الخط معنى كده ان طريقه التنقيط او الخط الخفيف اللي كنا بنعلم بيها اولادنا زمان ما زالت موجوده وهي اللي صح. في مراحل معينه لازم نستخدم التنقيط. يعني الاولاد الصغيرين انا عامل سلسله كتب باسم معلم الكتابه على وزن معلم القراءه، عامل كتاب للاطفال من سن 4 سنين ونص لحد 6 سنين مستخدم فيه التنقيط، بحيث الولد لما يكتب الحرف 20 مرة 30 مرة ايديه بتتوزن عليها، فهي لما يجي ينقل على الكراسة العادية فيكتب بخط كويس. تمام. فالتنقيط مهم جدا للأولاد الصغيرين. للأولاد الصغيرين. في عجالة سريعة جدا، نصيحة لكل أولياء الأمور اللي بتفرجوا علينا علشان يحسنوا من خط أولادهم. أنا لازم نهتم بالخط، لأن الخط هو اللي هيبرز مجهود الولد في جميع المواد. فبدون الخط الولد مش هيقدر يحقق حاجة. شجعه وحفزه. وبعدين انت عايز تخلي ابنك بخطه كويس، دلوقتي وسائل السوشيال ميديا عليها قنوات كتيره لتحسين الخط. انا القناه بتاعتي على اليوتيوب اسمها مظهر الخطاط، عليها شرح للاطفال وشرح للكبار. تمام. اللي عايز يتعلم باسلوب مبسط يا دوبك هيتك على الزرار هيلاقي القنوات كتيره، حاول وان شاء الله باذن الله هتصل للمستوى اللي تتمناه لابنك. انا كمان هفكر وهقرر ان انا هبدا اتعلم الخط العربي بشكل شخصي جدا. وفي نهايه لقائي بشكر الاستاذ مظهر حسين محمد رائد تحسين خط الطلبه واستاذ الخط العربي بمعهد الخطوط العربي. بشكرك جدا. يا اهلا وسهلا. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه. فقرتنا خلصت وبرنامجنا خلص، وبكره ان شاء الله حلقه جديده من نهار جديد وفريق عمل جديد. استنونا.